السلام عليكم، اسمح لي بالجلوس هنا. وعليكم السلام، تفضلي يا أختي. ما اسمك يا أختي؟ اسمي نور هداية، ما اسمك؟ اسمي أديبة أمل حياتي، إلى أين أنت؟ أريد أن أرجع إلى المنزل المستأجر في ديس بالما، وأنت؟ أريد أن أذهب إلى المكتبة لمراجعة الدرس. أوه، أنت طالبة من أي تخصص؟ أنا طالبة من برنامج اللغة العربية والاتصالات بالسنة الرابعة، وأنت يا أختي؟ وأنا أيضا، ولكن أنا من سنة الثانية. سعيد بلقائك. إيه، وصلت حافلي. طيب، رفقتك السلامة. وإلى اللقاء.